سؤال ثالث يقول: إذا فات المأموم ركعة من صلاة العيد أو الاستسقاء، هل يجب عليه التكبير عدة مرات مثل الإمام قبل قراءة الفاتحة أم لا؟ من فاتته صلاة العيد أو الاستسقاء فإنه يستحب له أن يقضيها على صفتها، إذا فاتته كلها فإنه يقضيها على صفتها، ومن ذلك التكبيرات الزوائد. وكذلك إذا فاته بعضها، نعم. لأن فاته ركعة منها، فإنه يدخل مع الإمام بما بقي، وإذا سلم الإمام يقوم ويأتي بما فاته على صفته بالتكبيرات. نعم. الله تعالى أعلم.